وتنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، يعني بعد التحية، كيف تبدو الأجواء بعد إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى من سجون الاحتلال؟ نعم، نحن الآن على ميدان ياسر عرفات، وذلك بفعل أن حشود المواطنين تتوالى تواليا إلى هذه المنطقة، وأيضا لاستقبال الأسرى المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بالدفعة الثالثة محملين على الأكتاف. الهتافات هي التي تصدح من حناجر الجماهير الفلسطينية، سواء من الشبان أو حتى الفتيات. ونتحدث أيضا عن ما يحصل الآن هو فقط يعني الفرحة لعوائل الأسرى من مختلف المناطق. نتحدث عن يعني الدفعة الثالثة، 21 أسيرا من منطقة القدس المحتلة و17 أسيرا من الضفة الغربية، تتمثل بعدة مناطق من مدينة نابلس، قلقيلية، جنين، بيت لحم وغيرها من المناطق. وهناك طفل من الأسرى الأشبال وهو من قطاع غزة، وحسب ما صرح قدور فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سيبقى في رام الله مستضيفينه لكي يسمح له بالعودة إلى قطاع غزة. إذن فقط الهتافات التي تصدح الآن، المشاعر مختلطة ما بين الهتاف للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بث روح الصمود والثبات لأهلنا في القطاع، ما بين الفرح والحزن على مجازر قطاع غزة، مناجات الله بأن يسعف وأن يندمل هذا الجرح الفلسطيني، وأنا كل الذين يعني ارتقوا شهداء في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية. ودعت عدد من الفلسطينيين خلال هذا اليوم، نتحدث عن 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وروا إلى الثرى بفعل أن قوات الاحتلال تقتحم البلدات الفلسطينية. في مدينة جنين كان هناك اقتحام، وعدد من الفلسطينيين الذين ارتقوا حوالي 6 شهداء. نتحدث أيضا في بلدة نابلس هناك شهيد، وبلدة وأيضا مدينة رام الله والبيرة قد شيعت شهيدها. كل هذه المدن الضفة الغربية ليست ببعيدة وليس بمنع ما يحدث في قطاع غزة. قطاع غزة المجروح الذي الآن يعني يلملم جراحه، وما بقي من تحت الركام، وأيضا من سمح لهم بالعودة ومن بقي على آثار في القطاع. وتحدث عن المجروحة بفعل أن قوات الاحتلال لا تسمح للفرحة أن تمر. أيضا الشروط القاسية جدا على أهلنا في القدس المحتلة، وهي أن قوات الاحتلال تقوم بفرض على العوائل الفلسطينية بعدم استقبال المهنئين، تصادر الفرحة الفلسطينية، وعدم بث أيضا صور لهؤلاء الأسرى والأسيرات الذين يتم استقبالهم في القدس المحتلة. أسألك ولا عن الأطفال، يعني معظم المفرج عنهم من الأطفال، رد فعل الأهالي على في رام الله على إطلاق سراح هؤلاء الأطفال ومدى السعادة التي تبدو عليهم؟ نعم، بالتأكيد هي سعادة وفرحة كبيرة جدا لهؤلاء الفلسطينيين الذين يرون أطفالهم خارج سجون الاحتلال. لا يوجد أي عازل من الزجاج الفولاذي، وأيضا من أيضا الهواتف التي يتم الاتصال بهم عبر هذه النوافذ. كل هذه الإجراءات باتت مكسورة الآن، يستطيعون ملامسة أطفالهم وعناقهم والبكاء ما بين الفرحة وما بين الحزن لما حصل لهم في معتقلات قوات الاحتلال. هناك شهادات أيضا حية بالدفعة الأولى والثانية والآن. هو فعلا كما ذكرتي، كل هذه الشهادات فعلا كما ذكرتي، الاحتلال منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن تقوم بتعذيب الأسرى. وتابعنا على شاشتنا، شاشة القاهرة الإخبارية، وصول الأسرى الفلسطينيين إلى ذويهم. كانت فرحة ما بعد فرحة. شكرا ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، وسنعود إليك إذا جد جديد إن شاء الله.